مسؤول جدا حضور هذا اللقاء، خاصة مع أن أخبار وجود تعينت على نديها السيد الرئيس النقيب بالفضل السيد النقيب صدقي، أعلمنا كثيرا. كنت شابا حينما وجدت بينا وجدت أن ذاك القباء، ولن أنسى تلك الأيام التي قضيتها في المحاماة. يا ليت يمكن العودة إلى حلبة مجال المحاماة أن فيها خلاف وفيها النقاش، ولكن يرقى إلى أخلاقي وقانوني لا يتحكم فيه الفيسبوك ولا يتحكم فيه جاوبة، يتحكم فيه القانون والعقلانية والصراع. مهنة المحاماة تعيش وضع سيئا جدا، بسبب البسط أن الضغط الدولي الآن على المغرب في مجال الاستثمار يفرض أن ترتفع مستوى عمل المحامين إلى مستويات معينة. وقعت تغييرات على المستوى الداخلي في القانون الديني، السلطة القضائية وفي القضائي وفي السلطة القضائية، ولم يقع أي تغيير على مستوى القانون الديني المحامين. فأصبحنا أمام حركيتين، الضغط الدولي الذي يسرد بسرعة، التغييرات التي عرفتها قانون التنظيم المنظومة القضائية، بقية المحاماة نفس القانون الذي كان في عهد زميلنا رحمة الله عليه صاحب السمو. وأعتقد أن هذه الوضعية التي وصلت إليها المحاماة ليست مسؤولية النقباء والمحامين قبل ما هي مسؤولية المحيط التي تحكم في مجال المحاماة. لذلك اهتممت بهذا الموضوع شخصيا، وضعت مسودة قانون اختلفنا حولها، اتفقنا على مناقشتها، هناك آراء مخالفة، ولكن كنت أسعى إلى أن تصبح مهنة المحاماة قوة فكرية وأخلاقية وضمانية داخل المجتمع. أولها أن تكون وضعيتهم السليمة تجاه مؤسسات الدولة والضرائب وزارة العدل. ثانيا أن يكون عمل المحامين يكون في نوع من التعاون على الامتداد المحلي والامتداد الوطني والامتداد الدولي، وجميع الطاقات الموجودة وهي وطنية مغربية يجب أن تكون لها حضور على مستوى هيئة المحامين. قلنا أنه لا يمكن ولا يعقل أن تكون مهنة المحاماة هو الحل الوحيد لأزمة متخرجي كلية الحرب. 347 ألف طالب تتخرج سنويا، 34 ألف طالب كلها تتجه نحو المحاماة أو بعض المهن الأخرى. ثالثا أن مهنة المحاماة دائما يجب أن يكون حجمها وشكل وظيفتها يوازي شكل الاقتصاد وحجمه وقوته، وأي خلل سيؤدي إلى وجود عبء على المحامين لن يستطيع أن يتحمله. لذلك كان السؤال هل ننقذ المحامين أم ننقذ مهنة المحاماة؟ كان الجواب أن ننقذ مهنة المحاماة، بس نختلف مع المحامين لأنها فيها تصورات وطريقة عمل واختلاف التقدير إلى غير ذلك، ولكن مهنة المحاماة أصبحت تفرض نفسها، أول ما تفرض نفسها على مستوى التكوين. وهي نقاش مع السيد وزير التعليم العالي، الطريقة التي نسير بها في مجال تدريس الحقوق وكلية الحقوق لم تعد مقبولة في هذه المحاماة. يدرسون النظري ويأتي إلى المحكمة، هناك تجربة واجتهادات، هناك اختلاف كبير بين ما هو نظري وما هو ممارس، فيجد الطالب نفسه في مكان غريب اسمه المحكمة، وكان من المفروض أن يجب الكلية إلى المجال الطبيعي التي هي المحكمة. فقلنا يجب أن يبدأ مسار المحامي من السنة الثانية من كلية الحقوق، ثم يختار اتجاهه آنذاك، إذا كان محاماة بدرس سنتين ثم يأتي، ثم كان اختار مسار القضاء، اختار مسار الإدارة، اختار مسار. لهذا خلقنا المعهد وفقا للقانون، خلقنا المعهد، وعندنا خلاف كبير في المعهد داخل المجال الحكومي، هل هو مؤسسة عمومية، هل مؤسسة إدارية، كثير من الأشياء من التقنيات التشريعية. ولكن ارتأينا أن تكون هذه المؤسسة يتعلم فيها المحامي ثلاث سنوات مختلطة بالتدريب، وأن يتكلم اللغتين الفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى العربية،
ولو الحق أن يتخرج محامياً أو يضيف سنة أخرى ويصبح محامياً متخصصاً في إحدى التخصصات التي سمحت دي بها. طرحت مشاكل أخرى كبيرة، هي أن الإدارة المغربية لحد الآن بعد 70 سنة من استقلالها لم تستطع بعد أن تستوعب مفهوم المحامي ومفهوم دور المحامي. حينما يذهب المحامي إلى الإدارة إما يطلب منه عقدا مكتوبا، إما ينكر له وجوده داخل هذه الإدارة بدعوى أنه بعين الصفة أن تستطلب وثائق لمواطن آخر. في حيث الدول كلها يقوم المحامي بتسجيل الولادات، بتهيئ جوازة السفر، جميع الخدمات الإدارية يمكن أن يمثل فيها موكله. قلنا أنه سندر محامي يشتغلون في مؤسسات الدولة حتى تدخل إلى مؤسسات الإدارة. فكرة وجود محامي في تطبيق محامي في هذا الموضوع. طرحت لنا عدة مشاكل. في السابق كان المحامي حينما يعلن نيابته عن مواطن ليس فيه نزاع، ولم تكن النزاعات أن المواطن يأتي إلى سيد النقيب أو إلى الوكيل العام ويدعي أنه لم يعين المحامي. أصبحنا الآن يكفي أن يتقدم المحامي بطلب حد الأدعب يعلن الآخر أنه لم يكلفه مطلقا وأنه يجب إثبات هذا التكليف. وهذه المشاكل كثيرة جدا عندنا، فيها طبعا انزلاقات وانحرافات من طرف المحامي، وكذلك فيها تقاضي بالسكنية من طرف القاضي. وقلنا ضروري أن نكون في هذا المخلوق وكالة خصال يقدم المحامي في أي مرحلة من مراحل الفقرة، ولكن نقطع مع هذه الفكرة. قلنا كذلك أن نلزم الشركات التي تتجاوز رأس مالها 3 مليون درهم بتعيين محامي كممثل لها في النزاعات القضائية وتحديد العقد معها. قلنا كذلك أن المحامي الذي يحمل الجنسية المغربية أينما وجد في العالم، أينما وجد مكتبه في العالم، إذا قضى 5 سنوات من الممارسة في أي دولة أخرى له الحق أن يفتح مكتبا ثانيا في المغرب. لماذا نحرم أبناءنا الذين يحملون الجنسية الوطنية مغاربة العالم من ممارسة مهنة المحاماة في المغرب بمجرد أنهم يملكون مكتب محاماة في الخارج؟ قلنا كذلك في القانون طرحنا مشكلتين، مشكلة الشركات المحاماة الكبرى وشركات هذه الشركات الكبرى المحاماة تأتي بشكل شركات استشارية. قلنا أن هذه الشركات الاستشارية بحسب القانون يجب أن يكون المواطن المغربي يملك على الأقل 80% منها حتى نضع حد لهذه الشركات وقال المكتب المحاماة هي التي تعطي رأي استشارة. وقلنا في النص أنه إذا كان محامي دولي أو شركة دولية تريد أن تستقر في المغرب أن تتسجل لدى النقيب وتخضع للنقيب الوطني. النقيب الوطني طبعا إنك هناك اتفاقية بين تلك الدولة، وهذه الاتفاقية نظرت في الوزارة أن يعاد النظر فيها بالنسبة للاتفاقية لا مع فرنسا ولا مع إسبانيا ولا مع الدول الأخرى، لأن من 17 الآن لدينا ما يكفي من المحامين. يجب أن نعقد الأمور بالنسبة للمكاتب الأجنبية أن يكونوا ولكن وفقا للالتزامات المغربية وتحت رقابة النقيب المغربي. سأتعامله بالصدق بالقناعة التي أؤمن بها أنا شخصيا بأنها تهم المحاماة مصلحة المحاماة. ربما أكون قد أخطأت، ربما أكون قد أصبت، لكن الحوار هو الذي يظهر الخطأ من الصواب. لذلك أنا فتحت حوار مع السادة النقباء، التقيت مع نقابة تيازا وفاس والدار البيضاء، سنلتقي بخريبكا. تلقيت دعوة كريمة من سيد النقيب صلى الله عليه وسلم نمشي لخريبكا، وعندي اتصال مع النقابات الأخرى تكون سأزورهم واحدا واحدا، لأنه كان هناك مشاكل مشتركة وفيها مشاكل خاصة ويجب معالجة هذه المواضيع. ولكن لن يكون هناك قضاء مستقيم ولن تكون هناك محاكمة عادلة بين المحامي المستقيم وعادل ومحترم للقانون. أخطر شيء يهدد ضمان شروط المحاكمة العادلة هو المحامي الفاسد. القاضي الفاسد يمكن التواجد معه، ولكن حينما يكون المحامي الفاسد لا يمكن مطلقا أن تكون هناك شروط للمحاكمة العادلة. لذلك يجب أن نرفع مستوى تكوين المحامي. الآن هذه السنة هذه تسجلت في امتحان المحامي 78,000 محامي، 78,000 مرشح، دوزة 48,000. كيفاش نقول لكم النقط؟ هذه مسألة سرية ولكن هناك سؤال، هل دوري أن أدمر مهنة المحاماة من خلال إغراقها؟
أو دوري أن أوظف أبناء المغاربة من خلال أن أدخل المحاماة 15,000 وأتباهى بذلك بين حل المشكلة؟ هل هذا هو الحل؟ كان علي أن أقرر وأنا أعرف كيف أتحمل مسؤولية القرار. هناك أشياء قليلة. السؤال الحقيقي الذي لم يقل أنه أحد هو من يريد أن يتحكم في هذا المحل. القانون وحده هو الذي يتحكم في هذا المحل. ومن له قناعات سياسية معينة أو قناعات معينة فلن أقبله أن يضع يده على ملك محمد. ملك محمد ملك الشعب. ولكن علي أن أحميها كذلك. محامين في مدريد هم أكثر من 30,000 محامي. في المغرب 15,000 ولكن الوضع يخلي في القاهرة 500,000 ولكن الوضع الاقتصادي في المغرب لا يتحمل أن يتجاوز عدد المحامين أكثر من 16-17,000 لا يتحملها. وإلا الآن عندي في الدار البيضاء أكثر من 900 محامي ليس لهم مكتب. عندنا في الرباط كاين سوبر مريز داف المحامون بدون عنوان خاص. لذلك المحاماة تحتاج إلى دعم من الدولة، تحتاج إلى تأطير من الدولة دون المساس باستقلاليتها. وأنا متأكد بأن السادة النقباء سنصل معهم إلى تفاهمات ننقذ بها مهنة المحاماة، نقوي فيها المحاسبة، وسأكون قد أرجعت شيئا قليلا جدا من الدين الذي أنا أخذت. وأنا عاشرت السيد الكاتب العام كمحامي. وتنازعنا في ملفات كثيرة. مرات ينتصر علي، مرات ينتصر علي. ولكن هذه هي. شكرا لكم.